أكون جميلا. كل شخص يريد أن يكون جميلا، وهذا شيء سهل المنال، لأن في داخل كل إنسان هذا الكم من الجمال الذي ينبغي فقط معرفة صقله ودفعه إلى الخارج. أنا لا أتحدث عن جمال الوجه، فكم من جميل محيا جعلته تصرفاته يبدو أقبح ما في الكون. أتحدث عن جمال الروح، أتحدث عن ابتسامة صادقة صادرة من الروح، أو كلمة طيبة نابعة من القلب، أو نصيحة مخلصة. الجمال هو تواضعك، الجمال هو حبك للناس وعدم احتقارهم، الجمال هو الرحمة والمودة. كل هذا جمال داخلي له تأثير إيجابي جميل على الآخر. حين تكون الروح نقية وصافية، يبدو صاحب هذه الصفات بأحلى الملامح. فكن جميلا.